سباق الزوارق المتعرج المعروف أكثر باسم الكانوي كاياك، رياضة بدأت من مئات السنين مع شعوب شمال القارة الأمريكية وانتشرت من بعد في بقية العالم في القرن 19 ميلادي. اليوم الكاياك عليها برشا إقبال في تونس. تعرفنا على عطيل وعدنان ختالي، زوز أخواتي مارسوا في الرياضة هذه بشكل محترف، دخلنا العالم ممكن حاضرين معاهم في مشاركتهم في بطولة تونس باش نتعرفوا أكثر على الرياضة هذه ونقربوا من عطيل وعدنان في متابعة خاصة. فلوكة صغيرة طولها ما يتجاوزش 3 أمتار، الوزن 12 كيلوغرام، استعمالها يكون عادة في البحيرات فقط ويتطلب تجديف بقوة بدنية، سرعة، تركيز وخاصة توازن. كانوي كاياك رياضة مائية ظهرت عام 1865 في بريطانيا ومن بعد ولات رياضة أولمبية عام 1936. في تونس تاريخ يرجع ل 33 سنة تقريباً مع تأسيس الجامعة التونسية للتجديف والكانوي كاياك عام 1988. هذا عدلان الختلالي 18 سنة واحد من لاعبي الكانوي كاياك المحترفين في تونس. غرامه بالأنشطة الرياضية بدأ من الصغرى مع السباحة والفوتبول، لكن وقت اللي وصل عمره 14 سنة اليوم الشاب متاعنا يختار باش يبدل الوجهة متاعه ويربط مستقبله بالرياضة هذه. هي بديت نعمل في الكانوي كان معناها عندي موهبة صغيرة، معناها أنا كي نطلع في الفلوكة ما نتقلبش فيسا، قعدتك اللي جتني فترة معناها ما نتيحش، خاطر فما ناس اللي ديبيتون أول ما تبدأ الكانوي اللي يطلع في الفلوكة يتيح طول، أنا معناها كي طلعت في الفلوكة ما تحتش طول، هذه زادة زيني معناها جست فترة معناها اللي أنا ما نتيحش في الفلوكة. ومن بعد كي بديت الكانوي بديت نقدم بشوي شوي، قاعد نعمل في بروغريس رابيد، معناها في شهر نجم معناها نمشي فلوكة مستوية ما نتقلبش ونعمل في تكنيك معناها بامال كديبيتون. عدلان هو واحد من أكثر من 250 لاعب ما بين ولاد وبنات مقسمين على 10 نوادي في تونس. الاهتمام كبير برشا بالرياضة هذه، خاصة الوقت اللي كانوي كاياك تستقل بنفسها وتكون الجامعة الخاصة بها. أي أتليت باش يكون عنده صعوبات، ما فماش كارير ديما باش تكون حالة في وجهه. معناها أنا بار إكزامبل أنا أصعب فترة كانت لي عام 2020 اللي هي معناها أبار اللي جاتني دعوة معناها من الفيدراسيون انترناسيونال باش نلعب كوب دو موند وريغات انترناسيونال. مشيت لعبت شامبيونا دو فرانس بعد باش نعمل إسكال باش نلعب في المجر. لعبت شامبيونا دو فرانس بعد تستيت بوزيتيف بالكوفيد، هذي كانت في سبتمبر اللي هي منعتني معناها من الكوب دو موند ومنعتني بالريغات اللي كان هذا حلمي باش نلعبهم ملي أنا صغير. كنت تصور نهار نلعب كوب دو موند، تصور نهار نكون معناها نشالنجي في ناس قويين ياسر، معناها نكون في كلوار متاعي نكون بحذي ألمان وبحذي إيطاليان وكل كان حلمي معناها. مالا غالب 2020 كانت أصعب فترة ليا خاطر كنت قوية ياسر عليا، ما زلت صغير في العمر، جتني قوية، ما خذيت وقت ورجعت معناها كيف ما أنا. مشينا مع عدلان الدارهم، دخلنا العالم المصغر بالرغم من أنه المسيرة صغيرة إلا أنه المشهد لهنا يترجم برشا بطولات وإنجازات، تجاوزت 16 لقب وطني قاري وعالمي تحصل عليهم عدلان من 2018 حتى اليوم. بديت نلعب في دي كومبيتيسيون انترناسيونال، لعبت أول كومبيتيسيون وقتها شامبيون دو فرانس 2018 اللي أنا هزيت فيها الميداي دور وتيتر شامبيون دو فرانس في السيكات اللي عنا خاطر مونوبلاس وبطو بوزوز وبطو بأربعة. وقتها هزيت التيتر كنت فرحان على الاخر، كان اول تيتر ليا في الكانوي. من بعد بشهر مشيت لعبت الجوز افريكان دو جون، كنت اصغر اتليت في اللعبه هذيك، كانوا برشا ناس معناها ما عطاوش لي انا باش نهز التيتر هذا. انا وقتها امنت بروحي وعائلتي كانت مؤمنه بيا لي انا باش نهز التيتر هذا، لعبت وصلت فينال وهزيت التيتر. وقتها زادت الكونفيونس نتاعي طلعت. بعد كي روحت لتونس لعبت شامبيون تونيزي وهزيت شامبيون تونيزي لأول مرة في عام بركة، هزيت روا تيتر معناها اشترها انترناسيونال، كنت فرحان ياسر. وقتها زدت كملت في الكارير سبورتيف نتاعي خاطر أبار معناها لي تيتر هذو زادوا طلعوا لي في الكونفيونس نتاعي. عدلان كبر في عائلة 100% رياضية، الأم والبو أساتذة رياضة، أخواتهم الزوز وما زاد لاعبين محترفين، لهنا برشا إحاطة وخاصة دعم مادي ومعنوي أكيد أنه ساهم جزء كبير في النتائج اللي وصلها اليوم. رد بارك على روحك، عايش بلدي ظهر لي الماء إن شاء الله، بركة الماء مش هيجي اليوم. رد بارك على روحك.
ترينا بالقدية عادة كل عادة قليب كل عادة. هو شايف أخويته وتأثر بأخويته ورأى إنه الكانوي هذاك الغرام بتاعه الحقيقي، واللي يعجبني فيه إنه حد قلبه بالقدية إلى بيان خفايا وخدم بالقدية بالقدية ومعتها والحمد لله وصل عمل الغزولتا والغزولتا بتاعه بالقدية. زيد أن بلوس يشاركوا في جمعيات في تونس ويشاركوا في جمعيات في الخارج، وهذه الحاجة اللي عاونتهم باش يتحسن النيفو نتاعهم وباش يوليو ينافسوا الجمعيات اللي تليزوروبيان ولا في الخارج اللي هما النيفو نتاعهم أقوى منا. ولكن هو الحمد لله معناتها أنا فرحانة بهم الكل، فرحانة بعادلين برشا برشا، خاطر هو نحسه أكثر واحد في أخواته يحب يعطي يحب يخدم يخدم سيلونسيوزمون كالمومون، وهذه الحاجة اللي تعجبني فيه برشا برشا ونحبه برشا. ولي رياضة الكانوي كاياك تتطلب جزء عناصر أساسية، الزورق والباقي أو المجزاف اللي تروا فيه، ماتريال سمو أكثر من 6 ملايين توينسا يستعملوا عدلين في تمارينه اليومية اللي تنطلق 7:30 متاع الصباح. عدلين ما نجمش يلقى مدرب خير من خوه عطيل الختالي، لاعب كانوي كاياك محترف يرافقه من بدايته في الرياضة هذه، روتين يومي يعيشوه مع بعضهم، والبداية دي ما تكون من خلال اللي شوفهم بالتجديف لمسافة 2 كيلومترات. كومبيتيسيون خربت تاك تاك تاك، عندنا 3x2x20 سكوند ريكوب 3 مينوت، باش ترتاح بالكدا باش من بعد تعاود تعمل سبرينت اللي من بعده وتبدا في فورم. في المية نحاولوا نركزوا على اللي عملناه البرا الكل، على مثلا احنا عملنا بويسونس في الساله هوني البويسونس حاسي بها في المية، انا حاسي كي يجبد الماء اقوى، التكنيك اللي خدمناه البرا في الشارع هوني كي لازم يعاود يطبقوا باش يعاود يجيب ديما مخير، وديما بزيد كيلومتر بيان سور تعملوا بزيد باجاج تعبي بزيد اكثر حاجه تسهل الكورسه اللي كنت نهار الكورس. مقسومة ما بين زوز اختصاصات، كاياك والكانوي اللي يختص فيهم عدلين بأصناف الثلاثة، الميتين والخمسمية والألف متر. بالنسبة للكانوي تو انتوما كيريتوه يجبد يجبد من جهة بركة، دونك نقول القائل باش يدور من الجهة الأخرى، كيما عدلين يجبد على اليمين علاش ما يدورش على اليسار، دونك فما تكنيك يتعمل كي تبدا مثلا تجبد باقي فما تخريجة صغيرة سي تام تي ديتاي بالنسبة للتو بروفيسيونيل هي اللي تخلي لك الفلوكة تمشي مستوية. بالنسبة للكاياك لازم عنده ديريف هكا يبين ساقي، كي يحب يدور على اليمين يدور على اليمين، كي يحب يدور على اليسار يدور على اليسار، دونك بالنسبة للديركسيون في الكاياك باش تكون أسهل برشا من الكانوي. عدلين هو لاعب المنتخب الوطني من 2018، شارك باسم تونس في أكثر من 20 بطولة على المستوى الوطني والقاري والدولي، اليوم كل تركيزه على التحضيرات لبطولة العالم اللي باش تتلعب في جويليا في البرتغال. والكانوي كيف ما تشوفوا صعيب في الإكيليبر ماهوش أسهل، معناها الكاياك نجم يكون أسهل من الكانوي، الكانوي ترى ركبة ونص ومعناها الإكيليبر الكل على ركبتي وبدني من الفوق، معناها الكانوي كسبور يتعمد برشا على الإكيليبر، خاطر الإكيليبر في الكانوي يكون حاجة نسيسير بتبيع على كل أي فلوكة. ما كيف تشوفه معناه باكيو من شيرة بركة
وعنا فازة معناها كيف تشوف أي واحد بشي باكي من الشيرة بركة نورمالمون الفلوكة باش تمشي من الشيرة بركة، أما نحنا نباكيو من الشيرة بركة ونعملو كوديسيني، الكوديسيني يخليك الفلوكة تمشي مستوية، هذا الكوديسيني مينيموم لازمك 6 أشهر باش تتعلم كوديسيني وتولي الفلوكة ديما مستوية. هذه واحدة من قاعات الرياضة التابعة للمنتخب الوطني. عدلين يجي لهنا هو وخو عطيل، لهنا يتقابلوا 4 مرات في الأسبوع، وبالرغم من أنه الماتريال كما تشوفوا قديم برشا ومهري، إلا أنه عدلين يكتفي بالقليل، يحافظ على الانضباط في التمارين ويحاول يتبع حلمته للآخر. حضرة بري أب 1-2-3-4 أب أحيد 1-2-3 أب أي أب كنترولي في العبود كنترولي كنترولي أب خرج الكل تابطلوع أب أي ساحيت الأخرية أب بيان سيباليك. فما دي زيكزرسيس معينين وفما دي بلوك معينين، باغ اكزومبل تخدم لونديورونس تخدم البويسونس تخدم ليكسبلوزيفيتي كيما كنا نخدموا فيها احنا خاطر قبل كومبيتيسيون تبدا حاضر، برشا حاجات متنوعه لازمك انت تعملهم الكل. باغ اكزومبل في الشتاء تبدا بي بي جي بريباراسيون فيزيك جينيرال ومن بعد تمشي تدخل للسبيسيفيك، دونك معناها انت مثلا تبدا السيزون تاعك من سبتمبر في جوان جويليا ديجا لازمك تبدا حاضر للي كورس تبدا تخدم برشا على السبيسيفيك الكورس سبيسيفيك نتاعك. بار كونتر في الشتاء كيما بريسك توا والشهر اللي فات ولازمك تعبي برشا كيلومتراج تعمل لو ماكس كيلومتراج لو ماكس باش نهار اخر في الكورسه تبدا مرتاح. سبون راهو باتا ضد الطبيعه معناها مش حاجه سهله، ديجا ريح لازمك عندك معناها مسكل عندك فورس اللي انت باش تكنتر الريح، لازمك تكنيك لازمك انديرونس لازمك كادونس برشا فازات، وهذيك هي معناها خاطر ديجا اي اتليت في بداية البروسيس نتاعو فما ناس راهو باش تسبوا باش تكروا، مش معناها علاش على خاطر هو جست تحكي لهم ليدي اللي يحب يوصل لها، ما في وسط البروسيس اللي هو الناس باش تلقاه قاعد يقدم قاعد معناها يقدم بشوي بشوي، خاطر انت ديجا تقوم تضحي في برشا حاجات، تضحي بماكلتك تضحي بنومك تفيق 6:30 الدنيا ظلام تخرج الصباح الدنيا ظلام تقول اش ملزني انا، ما انت خاطر عندك في قلبك. حصة المشكلاسيون مدتها 1:30 تقريبا ما فيهاش نقاش بالنسبة لعدلين، الهدف منه أنه يقوي كل عضلات بدنه وهكا كان نجم يعاون روحه باش يحافظ على التوازن فوق الزورق نتاعو. أب أنقر وخرج مشيش بها التالي روتار هذاك أنقر أب وخرج أحيان أي يعني السالة والحديد وهما يمكن أكثر من 40% من الكانوي كاياك، على خاطر الكانوي كاياك فات برشا فيزيك برشا مونتال برشا بطو برشا فلوكة برشا انديورونس، دونك الكانوي كايك يلم كل شيء معناها لي كاليتي الكل لازمهم موجودين عندك. فما برشا عباد اللي تبدا تلقى فيزيكمون ياسر حاضر وبعد يعبد في الفلوكة تلقى تكنيكو خايب دونك فلوكته ما تجريش، فما اللي بالعكس فما اللي عنده زوز اما يعبد في الفلوكة يبدا خايف ومعناها مخه ماهوش راكح دونك ما ينجمش يعمل بيرفورمانس باهية، هذاك علاش الكانوي كايك من اصعب لي سبور في العالم على خاطر يلم لي كاليتي الكل. نحنا في الكانوي كايك راهو عندنا 2 semaines مختلفين، عندنا سومين ديفيسيل و سومين فاسيل، هذا للاتليت دو هوت نيفو. سومين ديفيسيل باش يكثر فيها لي بيان اللي هو كادونس طايح جوست تكنيك وبرشا كيلومتراج، والعشيه يكون فما مسكولاسيون ولا اي بي دو اللي هو كادونس يطلع، هذه سومين ديفيسيل الاتليت يتعب فيها. اما من بعدها بالضبط يكون فما سومين فاسيل اللي الاكثريه الاتليت يرتاح في الماء ويرتاح معناه يخو راحه اكثر من سومين ديفيسيل. وكي نبداو نقربوا بشويه بشويه للدات نتاع الكورسه نبداو نحاولوا نخدموا في سومين فاسيل، نحاولوا نرتاحوا الماكسيموم خلي بدني مرتاح نرقد الماكسيموم نشرب ماء نبدا معناها مرتاح بصفه عامه معناها كاونترينمون نعمل جوست كيلومتراج الصباح العشيه جوست عن جري خفيفه خلي بدني في فورما. رياضة الكانوي كاياك في تونس رياضة عندها تاريخ ونوادي عريقة عمرها أكثر من 100 سنة كما النادي البحري البنزرتي، لكن لازمنا نتلفتوا شوية لمستقبل الرياضة هذه في تونس على الأقل من خلال الأبطال هذوما اللي نجم يهزوا راية تونس بعيد، شوية لهوة من المسؤولين ومزيد الاهتمام من القطاع العام والخاص لتطوير الرياضة هذه وصناعة أبطال على مستوى عالمي.